يسعى رموز نظام مبارك إلى التصالح في قضايا الفساد بعد أن فتح لهم النظام الحالي الباب بتصديق مجلس النواب على قانون التصالح في القضايا المالية الذي سبق أن صدر بقرار من السيسي في يونيو الماضي. فقد قدم عدد من رموز رجال مبارك طلبات تصالح في قضايا الفساد ورد المبالغ المستحقة عليهم مقابل إنهاء العقوبة الجنائية. وأكدت مصادر قضائية أن الكسب غير المشروع أنهى إجراءات المصالحة مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ويجري حاليا جلسات للتفاوض مكثفة مع عدد من محامي رجال النظام المخلوع حسني مبارك. أول مجلس وزراء بيعقد. انطلق ولا يزال قطار المصالحة بين النظام المصري ورموز نظام مبارك المتهمين بالاستيلاء على المال العام. أربع طلبات للتسوية قبلتها الحكومة مؤخرا، تقدم بها محامون عن الرئيس المخلوع ونجلي وحسين سالم وآخرين، ما يمهد الطريق أمام توقيع اتفاق يقضي بإنهاء النزاع القانوني معهم وديا. حسب تقديرات فإن حجم الأموال المستحقة للدولة من أشهر رجال الأعمال تصل إلى 14 مليار جنيه. استندت المصالحة الاقتصادية وفق قانونيين على قاعدة مفادها أن الدفع أفضل من الحبس، وباعتباره اتجاها تشريعيا حديثا في العالم كله. لكن المصالحة الاقتصادية وإن تبدت مظاهرها مؤخرا، فإن المصالحة السياسية مع رموز النظام الذي أسقطته الثورة قبل 5 سنوات قد تبدت مبكرا. مصالحة اقتصادية وسياسية مع رموز نظام تورطوا في الاستيلاء على المال العام وهم القابعون في السلطة 3 عقود. وعلى النقيض من ذلك كليا وعكسيا، بدأ موقف النظام تجاه أي حديث عن مصالحة مع نظام الإخوان المسلمين، وهم الذين تسلموا السلطة عاما يتيما واحدا، ولم يثبت تورطهم في أي نهب مماثل. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب الصحفي وائل قنديل. أستاذ وائل أهلا بك. أهلا أستاذ أيمن. بداية، هل يجوز التصالح على أموال في قضايا فساد سياسي؟ بالضرورة لا، يعني في الظروف العادية لا، وما بالك في أجواء الثورات. إذا كنا بنتكلم عن ثورات تغيير، ثورات قامت على الفساد، فهذه المسألة ينبغي أن تخضع ليس فقط قوانين أو إجراءات قانونية صارمة وضوابط صارمة، وإنما إلى كنا بنطالب بإجراءات ثورية، بمحاكمات ثورية حتى على المستوى السياسي. ولكن في حالة 30 يونيو ورجال أعمال 30 يونيو المسألة تختلف، لأننا نعلم أن الثورة المضادة قامت على أكتاف معسكر الفساد الذي أقصته ثورة 25 يناير، وهناك اعترافات كثيرة بالتمويل والدعم يعني أنا في حدود المعلومات المتاحة وبعضها منشور، إن عمليات تسليح الميدان والميليتوف والخرطوش و كان يشرف عليها رجال أعمال، وكان يمولها رجال أعمال، وبعضهم يجلس تحت قبة البرلمان الآن، صاروا نوابا للشعب، يعني الذين قتلوا الشعب. وبالتالي أنا أقول لك هذا ملمح يعبر بشكل واضح عن غياب القانون، عن غياب فكرة الدولة، عن غياب فكرة المحاسبة. لأن دولة تعني قوانين تحترم، من يخلق هذه القوانين تعني إجراءات وقواعد محاسبة شفافة وصارمة. أما هذا الذي يحدث فهو مكافآت لمن قامت على أكتافهم، لأصحاب الفضل على وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، على أصحاب الفضل على تمويل أصحاب الفضل في تمويل 30 يونيو. ولعلك تذكر مثلا، أنت لما شوف واحد زي أشرف السعد مثلا، رجل الأعمال الموجود في لندن الهارب في لندن، وترى حماسه لعبد الفتاح السيسي وتمويله لوقفات تأييد عبد الفتاح السيسي في زيارة لندن ودفاعه المستميت عن عبد الفتاح السيسي، هذا يكشف على أن 30 يونيو قامت للتصالح مع الفساد، لاستدعاء مؤسسة الفساد مرة أخرى. وبالضرورة يعني شعارات ميدان التحرير بعد 25 يناير كانت واضحة. طيب. محاكمات لمن نهبوا ومن سرقوا أقوات الشعب، والذين سرقوا أو الذين اتهموا بأنهم سارقوا أقوات الشعوب صاروا رموزا ثورية مع 30 يونيو. وبالتالي من الطبيعي ومن المنطقي أن تجري معهم مصالحة، ليس فقط مصالحات، وإنما أنا أفضل أن أسميها تفاهمات أو محاصصات أو تقاسم لهذا الكلأ المباح الذي سطت عليه منظومة 30 يونيو كلها بالرجال. طيب أستاذ، خلينا ناخد رأي المهندس حاتم عزام وهو معنا عبر سكايب. مهندس حاتم أهلا بك معنا.
مهندس اهلا وسهلا حاتم، بحضرتك، تحياتي لحضرتك والاستاذ وائل قنديل والساده المشاهدين. اهلا وسهلا. ارحب بك مهندس حاتم، لكن يعني السؤال يعني ليس بدعا ان يتصالح نظام في اي بلد من البلدان مع رجال اعمال كانوا فاسدين، طالما ان الدوله وميزانيه الدوله من الممكن ان تكسب. وهذا حدث ايضا في عهود الثورات، يعني هناك ثورات اجنبيه، ثوره المكسيك مثلا تصالحت مع الطبقة البرجوازية لصالح الشعب. هناك أيضا يعني هناك نماذج كثيرة، ما يعني ما الذي يمنع أن تتصالح الحكومة أو النظام مع هؤلاء طالما فيها استفادة للشعب؟ هو يعني انا طبعا بسمع الكلام اللي حضرتك بتقوله ده على لسان بعض الناس من المدافعين عن سلطه عبد الفتاح السيسي وانقلاب 3 من يوليو، انما خليني اقول لك انا عايز يقولوا لنا على مثال لدوله، بمعنى دوله بيحدث فيها هذا. انا عايز مثال واحد ونتناقش فيه. انا باكد لحضرتك انه ما يحدث الان في مصر ليس له سابقه في اي مكان اخر، وانا اكرمك هذا الكلام، وانا يعني مستعد للدخول في تفاصيله حينما يسمح الوقت لهذا. اللي حصل في مصر مختلف تماما عن اي وضع اخر. ليه؟ لان انت عندك مجموعه من رجال الاعمال اللي كانوا يعني جزء من المنظومه السياسيه الفاسده لنظام حسني مبارك. هذه المجموعه بتتكلم على يعني عشرات، يعني ممكن جدا اللي هم بيتكلموا عنهم النهارده 25 واحد. دول مئات المليارات سرقوها من حق الشعب. وقبل ال 25 دول اللي هم بيتصالحوا معاهم الان، وتاكيدا للي كان بيقوله الاستاذ وائل قنديل من شويه واللي انا سمعته، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه تانية غير المصالحه مع الفاسدين. هو التصالح مع رجل الاعمال نجيب ساويرس، اللي كان هو قال هو مول حركه التمرد، كان مش بيدعي عليه، ومول 30 يونيو ومول 3/7. هذا الرجل يعني سرق مليارات، 12 مليار جنيه ضرائب تهرب منها في واقعة معلومة من فلوس الشعب المصري. عبد طيب الفتاح اسمح لي السيسي مهندس حاتم، وسلطته أعادوا له 7 مليار اللي كان سددهم قبل كده، جزء اللي كان سدد جزء منه قبل كده أعادوا إليه وأسقط من عليه 7 مليار. وبالتالي أنت أمام عودة وإعادة تدوير لنفس المنظومة الفاسدة، ناس بتحكم دولة بمنطق عصابات المافيا، عملوا سطو مسلح على الإرادة طيب الشعبية مهندس حاتم وسقطوا الرئيس والمرتضين. اتفضل. اسمح لي، يعني المصادر القضائية صرحت بأن الجهات المختصة باسترداد أموال الدولة المستحقة لدى بعض المسؤولين السابقين على حد التصريح، يعني قالت أنه التصالح في القضايا لن يهمل حقوق الشعب المصري، وكتب كده شريطة عدم انتقاص أي من حقوق الشعب المصري. يعني هياخد فلوس كانت مهدرة وضايعة هترجع تاني ميزانية الدولة، واللي عنده قضايا هيتحاكم فيها، إيه المشكلة؟ طيب انا عايز اقول لك، هرد على دي وخليني اقول لك معلومات انا عندي على السبب لتحريك هذا الملف الان، يعني معلومات انا اعرفها من داخل مصر. يعني اولا لا، الكلام ده غير صحيح بالمره، لانه انت كده بترسي قاعده معناها ايه؟ اسرق المليارات ويا سيدي رجعها بعد 10 15 سنه تكون دورتها وعملت وكسبت بيها في مشروعات اخرى، وتعالى رجع بقى ايه؟ رجعها بقيمه الجنيه الجديده اللي بقت ب 10 جنيه النهارده، واللي ممكن توصل عقبال ما يرجعوا فلوسهم ب 15 جنيه، وهم كانوا واخدينها ب 5 جنيه مثلا. وبقى لهم سنوات بيتاجروا فيها وبيشغلوها وبيدوروها وهكذا. فانت بتقول بتحط منطق يلغي منطق العداله من الاساس، انه بتعيد ناس فاسده سرقت مليارات تقول لهم تعالوا ارجعوا اسرقوا تاني دون عقاب، وده ما حصلش في اي دوله تانيه. وخلينا اقول لحضرتك نقطه قانونيه مهمه، انه هم بيتكلموا كمان على اسقاط الجنايه، يعني هم ممكن جدا مثلا يعملوا ايه؟ يعملوا انه يرجعوا الفلوس ويحكموا عليهم مع وقف التنفيذ، فتفضل التهمه موجوده في ملفهم وتمنحهم من ممارسه حقوق كثيره جدا سياسيه، واذا حدث مثل هذا الامر يعاقبوا بعقوبه مشدده. هم عايزين يلغوا خالص حتى الجنايه اللي قبل كده. فانت امام منطق ينزف منطق اي عداله اي دوله. نمرة شكرا. اثنين، انت في نفس الوقت هو متخيل عبد الفتاح السيسي الان افلس بعد عام المؤتمر الاقتصادي وبعد 3 سنوات من الانقلاب، الاقتصاد افلس بشكل واضح. هو متخيل
اذا لم 100 مليار ولا 150 مليار، واحنا طبعا ما فيش شفافيه ولا في مراقبه مين دفع كام وده حق ولا مش حق، هتلاقي ان الفلوس دي هو متخيل ان الفلوس دي هتساعده في ازمته بدل طباعه الفلوس الذي بيعملها دلوقتي. الحقيقه الامر شكرا ان الفلوس دي جزيلا حتى لو لك كانت 200 مليار البرلماني ستتبخر السابق ستتبخر في اسابيع. مهندس حاتم عزام شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من جنيف واعتذر لضيق الوقت. اتحول الان الى زميله بدر سليم تعرض علينا عددا من تعليقات مشاهدينا التي وردت على فيسبوك وتويتر. اليك بدر مره اخرى. اهلا بك ايمن من جديد. ساذكر بالسؤال الذي طرحناه، لماذا يسعى النظام الحالي للتصالح مع رموز نظام مبارك، وهل استرداد الاموال يغفر الجرائم السياسيه التي تم ارتكابها بحق المصريين؟ ماذا كانت الاجابات؟ نستعرضها اولا عبر تويتر هذه المرة. وايت هارت يقول أموال الشعب كالمنشفة تمتص صدمات كل شيء حتى الخيانة. تعليق آخر يقول يمهل ولا يهمل انتظروا. تعليق هذه المرة من فيسبوك، رمضان يقول عصابة العسكر تعاني من فشل في كافة المجالات ولذلك يتصالحون مع شركائهم من عصابة مبارك الذين هربوا بأموال الشعب بعد ثورة يناير حتى يمدوهم ببعض المال لكي يغطوا على فشلهم. تعليق آخر من زهرة الياسمين تقول لأن النظام الحالي هو الوجه الآخر والأسوأ لنظام مبارك، عشان كده لازم يتصالح مع هؤلاء لإعادة هيكلة الشكل لأنهم يمثلون رجاله هو أيضا. تعليق من خالد يقول أنا موافق على التصالح بس أعرف الفلوس اللي رجعوها تمثل قد إيه من اللي هم خدوه. تعليق أخير يقول سارقين البلد وبدل ما نصادر أموالهم ويتسجنوا نتصالح معاهم. نشكركم على مشاركاتكم ونعود إليك أيمن. شكرا لك بدر، وأتحول إلى الأستاذ وائل القنديل مرة أخرى. يعني كنا أيضا يعني في سياق تقييم هذه المصالحة، يعني هذه المصالحة ليست جديدة كما يقول البعض، هناك من يقول أيضا أن نظام محمد مرسي كان يحاول المصالحة مع هؤلاء، وما كان بين السويرس مثلا وبين النظام في عهد الدكتور مرسي إلا صورة من صور المصالحة. طيب أين كان المبلغ المستحق؟ طيب يعني عظيم، في فرق بين تصالح مع رجال أعمال لديهم تعثرات أو لديهم مشاكل أو نزاعات مع الدولة، والدولة بتجد سبيلا لاسترداد هذه المستحقات للشعب أو المستحقات للدولة بطريق ما سواء التفاوض، وفرق بين رجال أعمال فسادهم ثابت بأحكام قضائية وبقرائن وهاربين خارج البلاد ومعلوم فسادهم بالضرورة وتتحدث كل الميديا عن وقائع فسادهم، وهناك أحكام قضائية وهناك قرارات مثلا من أجهزة الكسب غير مشروع من النيابة العامة ما إلى ذلك، هذه مسألة أخرى. ولكن السياق الذي تأتي فيه الآن هذه المصالحات، يعني أنا أندهش من أنه استبق هذه الخطوة كلام كثير عن أن الحرب على الفساد ومحاربة مؤسسات الفساد في الدولة سواء فساد رجال الأعمال أو ثم فجأة يتم تمتد اليد للمصافحة هذا الفساد أو لاستدعاء هذا الفساد. هذا يعبر في حقيقة الأمر عن أن النظام الحالي في إطار أو في سياق استشعاره لأن الأرض تهتز تحت قدميه ولأنه يفقد السيطرة على مفاصل الدولة بشكل كامل، هو على استعداد لأن يتصالح مع الشيطان حتى يضمن له استمراريته. وبالتالي الذين ساعدوه وساندوه والذين صنعوه في 30 يونيو بالضرورة سيكونون أول من تمتد إليهم يد هذا النظام الذي يكاد يغرق أو يستشعر الغرق فيتعلق بأي قشة كما يقولون مثل الغريق يعني. بالإضافة إلى ذلك يعني دعني أقول لك أنه يعني احنا اذا اتفقنا على ان 30 يونيو هي ثوره مضاده، هي معكوس ثوره يناير، ثوره يناير التي قامت على مؤسسه مبارك ودوله مبارك ونظام مبارك الذي كان يقوم على تلك العلاقه الحرام ما بين السلطه والثروه، وكم راينا هذا التداخل العنيف ما بين السلطه والثروه في ذلك الوقت من خلال احمد عز وهيمنه احمد عز رجل الحديد وغير احمد عز وفريد خميس وغيرهم وغيرهم على ودخولهم في أو تغلغلهم في نسيج القرار السياسي المصري. فبالضرورة عندما تتحدث عن ثورة مضادة وستستدعي كل هذه الوجوه مرة أخرى وستستدعي أيضا نفس الآليات التي كانت تدار بها العلاقة بين السلطة والثروة قبل ثورة 25 يناير،
طيب دعني سنكمل استاذ وائل، لكن دعني اتحول الان الى القاهره عبر الهاتف. معنا الاستاذ احمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان. استاذ احمد اهلا بك معنا. يعني الا ترى ان هذا التصالح كما يراه البعض يعتبر شرعنه للجريمه السياسيه؟ يفضل 30 سنه يسرق ويفسد وفي الاخر يرجع يعني جزء بسيط جدا من هذه الثروه التي اكتسبها؟ ما هو انت اصلا انت عندك مأزق، انه الحقيقه ان الحراك اللي وقع في يناير في 25 يناير لم يجد طريقا لمواقع السلطه والقرار، وبعدين جاء 30 يونيو قسمت هذا الحراك لشقين، شق ضده وشق معاه، فأصبحت الآن لست في حالة ثورية، مش حالة ثورية بعد 5 سنين إلا ذا الثورة. شكرا جزيلا لك، أعتذر منك أستاذ أحمد عبد الحفيظ. نتابع الآن مؤتمرا صحفيا لداود أغلو رئيس الوزراء التركي، وإلى هناك بالعودة إلى الأستاذ وائل قنديل في يعني تعليق أخير عن التصالح مع رموز نظام مبارك. يعني أنا ما أقدرش أفصل ده عن السياق المعادي لأي قيم محاسبية. يعني مثلا معركة هشام جنينة كنت ستجد الأكثر شراسة والأكثر حماسا للإطاحة بهشام جنينة اللي هو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تحدث عن رقم مرعب من حجم الفساد داخل مصر، ستجد الأكثر شراسة هم مجموعة رجال الأعمال المحيطة بالسلطة أو المتغلغلة في السلطة أو المسيطرة على السلطة بفضائياتها وبصحفها وبطائراتها الخاصة التي ترافق رئيس السلطة في كل مكان. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي وائل قنديل، كما أشكركم عن متابعة هذه الفقرة. لكن بعد الفصل القصير تلقاكم بعده زميلة سارة رأفت في متابعة لشأن سوري وحوار مع جوان ديو رئيسة منظمة أطباء بلا حدود حول الأوضاع الصحية والمعاناة التي يعيشها المدنيون في سوريا.